في إطار مكافحة التجار غير المشروع بالألعاب النارية، عالجت مصالح أمنية الجزائر ممثلة في أمن المقاطعة الإدارية الحراش قضية بيع الألعاب النارية. أسفرت العملية على حجز ما يقارب 25 ألف وحدة من المفرقعات والألعاب النارية من مختلف أنواع والأحجام، مبلغ مالي يقدر ب 140,625 دينار جزائري، سيارة سياحية، 4 هواتف نقالة.